شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 53 بعد 100، والذي عقد اليوم في مقر جامعة الدول العربية في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، برئاسة معالي السيد يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان. خلال الاجتماع وجه سعادة وزير الخارجية كلمة إلى مجلس الجامعة، أشار فيها إلى أن المنطقة والوطن العربي يواجهان مخاطر وتحديات داخلية وأخرى خارجية تؤثر على الأمن القومي العربي والعمل العربي المشترك، مما يتطلب تضافر الجهود وتوحيد الكلمة والموقف حفاظا على أمن وسلامة دولنا ومكتسبات شعوبنا العربية الشقيقة. قال وزير الخارجية إن وطننا العربي مع الأسف الشديد أصبح ساحة مستباحة لصراع القوى الإقليمية ومنفذا مفتوحا لنشر أفكارها المتطرفة. أضاف إن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أصبح ظاهرة مكشوفة للعالم. وأوضح وزير الخارجية إن الكارثة الكبرى التي خلفتها الحروب والصراعات الدائرة على الأرض العربية هي ملايين من القتلى والجرحى واللاجئين والمهاجرين الذين وجدوا أنفسهم في وضع مأساوي لا ذنب لهم فيه. أكد الدكتور عبد اللطيف الزياني أن أمام أمتنا العربية ثلاثة تحديات رئيسة ينبغي أن توليها دولنا العربية أولوية في اهتماماتها وجهودها. التحدي الأول هو الحفاظ على الأمن القومي العربي، والثاني هو وقف التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية من قبل القوى الإقليمية. أما التحدي الثالث فهو مكافحة التنظيمات الإرهابية المتطرفة والمدعومة خارجيا، مشددا على أنه إذا لم تتمكن دولنا من أخذ زمام المبادرة وتوحيد جهودها والشروع في تبني الخطط الاستراتيجية اللازمة لهذه المواجهة المصيرية، فإن شعوبنا العربية ستفقد الأمل في مستقبلها. وقد صدر عن مجلس الجامعة قرار خاص بالتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، حيث استنكر المجلس وأدان التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين ومساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية. كما أشاد المجلس بجهود الأجهزة الأمنية بالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين التي تمكنت من إحباط العديد من المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ تلك المخططات والمدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني الإرهابي. كما رحب مجلس الجامعة بوضع أسماء بعض الأشخاص الذين ينتمون لما يسمى بسرايا الأشتر الإرهابية في مملكة البحرين على قائمة الإرهابيين، معتبرين أن هذا الموقف يمثل دعما لجهود مملكة البحرين والإجراءات التي تقوم بها في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم فيها. فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، قرر مجلس الجامعة التأكيد مجددا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة وعاصمتها وعاصمة دولة فلسطين. أما في الشأن الليبي فقد دعا مجلس الجامعة إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية والتأكيد على دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي والموقع في مدينة الصخيرة. كما أصدر المجلس قرارا بشأن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأدان التدخل العسكري التركي في دولة ليبيا، كما أدان المجلس العدوان التركي على الأراضي السورية. كما أصدر مجلس الجامعة قرارا أكد فيه رفض أي مساس بالحقوق التاريخية لجمهورية مصر العربية في مياه النيل أو الإضرار بمصالحها أو استخداماتها المائية. هذا وقد قرر مجلس الجامعة بالاستفادة من إمكانات مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بمملكة البحرين في مجال سبل مكافحة الإرهاب الدولي. كما قرر المجلس أيضا دعم ترشيح مملكة البحرين لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة ما بين 2023 و2026.